الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. بونجور امين. بونجور الالمانيه الاصيله. الالمانيه الاصيله يعني شو بدي اقول لك؟ بس انت مع مين صرت؟ انا لا انتبهي اليوم لما تكوني انت، انا مش مثل توني، صار مغير صار مغير 20 فريق. نحن لما نخسر هيدا بنعترف بالخساره وبنحسن، بس فينا نقول انه اللعب حلو. ايه اللي هو حلو انه ايه وحلو انه فرق جديده، يعني فرق بمعنى هلا مش كرواتيا انجلند وبلجيكا بلجيم كمان وكرواتيا عم بيلعبوا كثير حلو كثير حلو. هلا انا عندي احساس انه الانجليز رح يربحوا بس لانهم مشكلجيه. ايه وي ما هو الفوتبول طلع من عند الانجليز اذا بتعرف. ايه نشوف الليله. نحن اليوم فقراتنا عديده مثل العاده، انا رح اكون معكم بي ايت سمارت، معنا تالياغي بالكوكينج، رح تكون معنا دلال، امين رح يكون معنا بتكنولوجي وبعدين جت فت. يس. اوكي منيح مش العكس لك انا. اكيد رح ناخذ وقفه مشاهدينا. اول شيء رح نبدا باوتو فوكس و اب تو ديت. اوكي لكن اب تو ديت مع رانيا وصلت. رانيا رح نبلش اب تو ديت سوا. صباح الخير لكم مشاهدينا، بدي اتمنى لكم نهار حلو وايجابي للكل. نحن رح نبلش باخبارنا اب تو ديت. ما مرق كلام الاب توني خضرة عن الاهدار والفساد بادارات الدوله وتحديدا عن موظفين اموات واخرين ما بيداوموا مرور الكرام، واكيد طبعا بعضهم عم بيقبضوا وبعضه اسمهم موجود. بتفاعل الملف من الاسبوع الماضي ودخل وزير المال علي حسن خليل على الخط، طلب من المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اعتبار كلام خضرة بمثابه اخبار ومباشره التحقيق فيه. تحرك القضاء سريعا، كانت وزاره الاعلام الحاضر الاول للاستماع الى افاده مدير العام حسان فلحه، ومن بين جميع الأطراف اتفاق على مبدأ مكافحة الفساد وتجفيف منابع الإهدار يلي نخرت النظام اللبناني بكامله وأصبحت ثقافة معتمدة. ولكن الاختلاف مع خضرة كان على معلوماته، ومنا أنه 320 موظف بأحد مكاتب الوكالة الوطنية للإعلام ما عم يجوا على مراكز عملهم. مديرة الوكالة لور سليمان بتنفي هالشي، حتى وإن كان المقصود بكلام الأب خضرة فترة زمنية سابقة، ومصادر وزارة الإعلام بتأكد بأنه بالأمر التباس بالمعلومات بأقل تقدير وهو اليوم منه واقعي، بحين أنه مصادر قضائية بتقول أنه الاستماع إلى خضرة رح بيتم اليوم. بشدد الأخير على استعداده لتزويد القضاء بمعلومات مهمة حصل عليها. مثل تنين 2 تموز 2018 بحديث تلفزيوني قال خضرة بأنه 2000 موظف متوفين بيتقاضوا رواتب من الدولة وكأنهم على قيد الحياة، و 30 ألف آخرين بيتقاضوا رواتبهم من دون التوجه إلى مراكز عملهم. وأضاف بأنه 320 موظف بأحد المكاتب مكاتب الوكالة الوطنية للإعلام ما بيداوموا. هدف خضرة تسليط الضوء على الإهدار المستفحل وإيجاد ثقافة محاسبة أكثر من خلق ثقافة دينونة. الإدارة اللي تحدث عنه بيشمل مصلحة سكك الحديد، فائض الموظفين بوزارة التربية، مديرية التعليم المهني والتقني والجامعة اللبنانية، وبيطرح مجموعة أسئلة لوزارة المال ما بتبرز والمؤسسات المعنية ما بيبرزوا لائحة باسم الموظفين. قد ايه في موظفين بالدولة بشكل عام وعدد الموظفين بكل وزارة؟ شو راتب كل موظف؟ واتمنى على الوزير خليل بأنه يتابع الملف حتى ينتهي. كلامه طبعا للأب خضرة منه جديد على اللبنانيين، إحصائياته أيضا معروفة قد ايه فيها دقة، وعمله الدؤوب اليومي كمان، ونحن كمان كنا مستقبلينه الأسبوع الماضي. وقال وردد ذات الحديث، بيقول بأنه في زواريب وفي محسوبيات ولازم يتوقف هيدا الشيء. أظهر لقاح جديد ضد فيروس نقص المناعة البشرية نتائج واردة بالاختبارات الأولية على البشر والقرود، ما دفع العلماء إلى التفاؤل بشأن فعاليته. ودرس العلماء تأثيرات اللقاح على 393 شخص تم اختبارهم ب 12 عيادة لفيروس نقص المناعة البشرية بشرق أفريقيا جنوبها، إضافة إلى تايلاند والولايات المتحدة. وسجلت الدراسة اللي نشرت بمجلة لانسيت الطبية
استجابة جميع المرضى يلي تلقوا هاللقاح عن طريق إنتاج أحد أشكال الاستجابة المناعية ضد فيروس نقص المناعة البشرية أثناء إجراء الاختبار. واختبرت دراسة منفصلة اللقاح على القرود حيث أثبت قدرته على الوقاية الكاملة من مرض الإيدز ب 67% من القرود، وهن صارت التجارب على 72 قرد. ومع اعتبار هالاختبارات ناجحة بتجري هلا المرحلة الثانية من التجارب على 2600 امرأة بأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. رح ننتقل لأمراض ولكن أمراض شفيت بأعجوبة من القديسة رفقة. نشرت صفحة القديسة رفقة عبر فيسبوك فيديو بيخبر عن ثلاث أعجيب صاروا مع القديسة رفقة. طلبوا بإيمان، تباركوا هالأشخاص من تراب عن قبر القديسة رفقة وحصلوا على نعمة الشفاء. الأعجوبة الأولى مع شاب مهندس أصيب بمرض خبيث، عولج طويلا بفرنسا ولبنان ولكن ما شفي. راح على ضريح القديسة رفقة وطلب شفاعتها، التقى براهبة وخبرها قصته. جبت له الراهبة تراب من القديسة رفقة مع مي وقالت له هيدا هو الدواء، تراب القديسة رفقة بتاخده وبتصلي له. ومن بعدها من بعد فترة زمنية رجع هالشاب لزيارة الضريح من بعد ما تعافى، وبعد سنوات أصيب ابنه بهالمرض نفسه وأحضره للقديسة رفقة وكمان شفيته. ما بعرف إذا رح نشوف الفيديو وبكمل أيضا، خلينا نشوف الفيديو سوا. تعالج كتير بلبنان وبفرنسا ما صح، بيجي بيزور هو وعائلته وقرايبه ضريح القديسة رفقة وبيطلب شفاعتها، بيتلاقى براهبة بخبرها قصته وهو عنده أولاد صغار طفالة، فصاروا الكل يصلوا له. تجي الراهبة بتجيب له تراب من قديسة رفقة مع مي، بتحط له هن بقنينة وبتقول له هيدا الدواء تراب القديسة رفقة، بتاخدهم وبتصلي له. بيروح على بيته بعد مدة بيرجع وهو صح وفحوصاته كلها نظيفة وبيشكر القديسة رفقة. بعد كم سنة ابنه صغير بينصاب بنفس المرض يلي هو كان منصاب فيه، بيحمله وبيجيبه عند قديسة رفقة وبيقول له هيدا ابنك انت بدك تشفي. كمان رفقة تشفي له ابنه وكل العائلة بتشكر القديسة رفقة وبتصلي له. في ست حست بوجع كتير قوي ورا دينتها، فراحت عملت الفحوصات بين انه عندها مرض، وبنتها تطلب منها انها تصلي لقديسة رفقة وتصير تدهن لها تراب من قديسة رفقة. بعد مدة بتروح تعمل فحوصات بيتبين انه هالمرض الخبيث اللي كان ورا دينتها راح وصحت واجت شكرت القديسة رفقة ودونت الأعجوبة. في ست صار عندها وجع ببطنها كمان، رابطها بتقلها صلي لقديسة رفقة، بتروح هي بتعمل فحوصات وبيتبين انه عندها تمزيق بالمصارين والوجع صار يقوى كتير. رابطها بتندرها لقديسة رفقة وبتاخذ لها تراب وبتقلها حطي بالاكل وذوبي بالمي واشربي، وهيك عملت وصاروا سوا يصلوا لقديسة رفقة. بترجع بتصح وبيجوا بيدونوا الأعجوبة وبيشكروا قديسة رفقة. سلام على اسمها وان شاء الله بتكون مرافقه الجميع وبتحقق لهم كل طلباتهم وصلواتهم. بنذكر بانه ب 10 تموز مثل العشرة من كل شهر ذكرى اعلان رفقه قديسه يقام بدير مار يوسف جربتا ضريح القديسه رفقه القداسه الالهي على الساعه 5:30 المساء. من بعده في سرد للنعم بشفاعتها والتطواف بذخاير القديسه رفقه حول الدير، واخيرا التبرك. قانون سير جديد بأبو ظبي لازم نتعلم منهم. حذرت شرطة أبو ظبي سائقين بالإمارة من التوقف والتجمهر للنظر إلى حوادث المرور، وفرضت غرامة مالية
270 دولار على كل واحد بخالف هالقانون الجديد. فرضت الشرطة الغرامة حتى ما يؤدي التجمهر حول الحادث إلى حوادث أخرى ولمنع تعطيل حركة المرور على الطرقات. واتخذ القرار الجديد إثر حادث مروري صار من كم يوم وأدى تجمع السيارات والناس فيه إلى تأخر وصول الشرطة وتعطيل حركة سيارات الإسعاف يلي صعب عليها الوصول بالوقت المناسب. هيدا رانيا بنشوفه نحن كل يوم، يعني برافو عليهم عن جد انه عملوا هالشيء، خاصة انه بشكل خطر على الاشخاص اللي انصابوا. كما اعتبرت قيادة شرطة ابو ظبي انه ظاهرة التجمهر والنظر الى الحوادث غير حضارية، كما انها بتعرض حياة الناس على الطرقات للخطر. وعرض القانون الجديد لاول مرة بال 2017 كجزء من تعديلات كبيرة طالت قانون المرور بالامارات، ولكن تم تحديثه مؤخرا بتحديث الغرامة المالية 270 دولار على من يعرقل السير أثناء الحوادث. برافو. لعم نشوف صورة اليوم من الأرز، الأرز يلي دايماً كل ما منشوف صورة من هالمنطقة هيك قلبنا بيفرك. بفتكر مش معقول بدأ مهرجان الأرز رانيا، أو بفتكر هالويك أند عرفت أنه في شاكيرا يمكن ليلة الجمعة. وهيدا كانت أخبارنا، رح ننتقل لا تكنولوجي. أنا بلاقيكم بعد ثواني.